يا اهلا وسهلا. والله كنت ناوية ان انا ادخل كده داخلة من دوني اهلا وسهلا، بس بحس يا اهلا وسهلا دي من ضمن شخصيتي فلازم اقول يا اهلا وسهلا. النهاردة الخميس، نزلت الفيديو من شوية زي ما انت شفتي. مفروض ان انا عندي تصوير لبذور وناوية اعمل سينابون النهاردة بصراحة، لان الجو تحفة تحفة تحفة، وانا قايمه حاسه انه ده او اليوم ده يعني من الايام الهاديه الرايقه اللي انا لو كان معايا كتاب كنت هرجع اقرا ورا، بس انا مش معايا كتاب. وبالنسبه للكتب برضو عندي شويه ثوتس كده، انا عايزه انزل الحق المكتبه علشان استعير منها الكتب علشان اقدر اقرا التسع كتب الباقيين في الستين يوم الجايين. فزي ما بيقولوا عايزين نلحق البحر، المكتب او مش مكتب يعني المكان اللي انا بصور عليه متبهدل دلوقتي وشكله غير ادمي. بس الايام اللي فاتت كنت حاسه ان انا يعني فخوره قوي ومبسوطه ان الشغل بتاعي اتنشر على بذور. ف كنت كده بقى، بس فدلوقتي بقى المفروض ان انا هروق المكتب علشان اصور، وبعدين نقوم نعمل السنابون بتاعنا علشان عايزه اتفرج على حلقه المسلسل بتاع النهارده. هانا الاسبوع ده نزلت فيديو ساعة، وانا اللي هو you made my entire week literally she made it. ف I'm so proud of her والله. خلينا بقى نشتغل علشان احنا كمان نبقى so proud of ourselves. تمام، فانا بصور هنا، ده بقى هيتظبط، ده الدفتر اللي انا بكتب فيه الحاجات اللي انا هسجلها. مش عارفه كان حد جايبهولي كده، شكرا. فاستخدمته بقى لكتابه السكريبت، او السكريبت نسيت اصلا انه هو اسمه سكريبت. امبارح وانا بقلب على تيك توك شفت الارتست دي وكانت عامله الدودلز دولت، حاسه ان انا عايزه ارسم حاجه زي كده. اوكي، حاولت اخليه كوزي على قد ما اقدر. ف احنا عايزين طريقه سهله، يبقى نحتاج اول حاجه كوبايه ونص من التقيل عادي، وهحط عليهم رشه صغيره من الملح. يا اهلا، I'm so disappointed بصراحه. ليه بقى؟ مبدئيا كده امبارح كنت بصور، وبعدين طبعا زي ما شفتوا الشمس مشيت فما كملتش. النهارده على بال ما خلصت حاجات كانت عندي وجيت برضو عشان اصور الشمس مشيت، وانا بصراحه ما بقاش عاجبني الرسم ده، فكنت بدور على حاجه تانية اصورها ارسمها يعني. كانت عجباني قوي، استنى اوريكم. دي كانت عجباني قوي، وانا لو ركزت قعدت ارسم بقى فيها، بس هي تاخد وقت. لو قعدت اركز فيها هتطلع معايا حلوه، بس الشمس راحت. What should I do بقى؟ معرفش اعمل ايه بقى بصراحه. I don't know، شكلي هقفل بقى واروح اشوف الحاجات التانيه اللي هي بتتعمل دي اللي هي ما بتتصورش. بس عايزه اقول ان امبارح فضيت نفسي، ويعني كان يوم طويل وكده، خلصت حاجات في الشغل وحاجات تانية كنت بعملها برضو، وقلت بقى ان انا ايه في البيت على اخر اليوم يعني الحلقه هتكون نزلت بتاعه المسلسل اللي انا بتفرج عليه. فجيت على الساعه 12 عشان اشوف الحلقه بتاعه المسلسل، ملقتش ان الحلقه نزلت، بس هي تنزل النهارده ان شاء الله. اتمنى بجد ان هي تنزل النهارده، بس انا كنت عايزه اصور قوي، كنت عايزه اعمل تك كده، كنت عايزه اعمل تك بجد، مش هعمل تك. اوكي، صباح الفل. النهارده السبت، المفروض ان انا اخلص الحاجات بتاعتي. لو ما خلصتش بجد، لو ما خلصتش مش هيحصل. طيب يعني كده كتير وكده تو ماتش، وانا ما بحبش الاوفر دوس في التاخير ده. ولو مش باينه لسه صاحيه وجايه على طول علشان الحق الشمس، يبقى كده في مشكله.
هضطر اقفل اصلا دلوقتي برضو علشان ايه اقعد اصور. حرفيا كنت عايزه افضل قاعده بعد الفجر، بس انا سبحان الله بعد الفجر بقوم نايمه، يعني قليل قوي قليل قوي بجد لما بقعد بعد الفجر، دي نوادر. فبس انا عايزه اجرب بقى الموضوع ده واخليه زي عاده بقى، لايف ستايل. اهلا بالمكتب اللي يضرب يقلب. اوكي يا الف يا الف، اهلا وسهلا. الواحد لازم تبقى ريحته حلوه وهو بيصور، الواحد ايه غير ريحه حلوه. يا اهلا وسهلا يا حلوين، عاملين ايه؟ يعني جاي اقول لكم كده على شويه لايف ابديت، على شويه حاجات عملتها النهارده وحاجات سبحان الله ما ظبطتش فما عملتهاش. مبدئيا كده يعني انا ما عملتش حاجه النهارده من الحاجات الخاصه بيا، لكن في حاجه تانية اتعملت. عموما حاولت ان شاء الله احاول اخلص سوره البقره يعني بعد العشاء ان شاء الله، اقعد اقراها وكده واحاول ان انا اخلصها. عايزه اعمل بلوم يعني محتوى لبلوم بيرفيومز، وعايزه اخطط له. يعني انا ناويه ان انا اخطط له في شهر نوفمبر على شوية حاجات. للي ما يعرفش بلوم بيرفيومز، هي سمول بيزنس خاص بيا، بحط فيه البيرفيومز الميرور اوريجينال اللي هي موجودة يعني في السوق او اللي انا بجيبها. ولو حد هيسألني الكواليتي بتاعتها يا نورهان كويسة، او الكواليتي بتاعتها بصراحة حلوة جدا، وانا بستعملهم يعني ليا كتير. وقبل كده انا كنت شميتهم في مزايا علشان يعني اتاكد ان هما كويسين ونفس الكواليتي وكده، هي فعلا الكواليتي بتاعتهم كويسه. اكتر من حد لما اخد منهم برضو الحمد لله قال ان هما ايه رائعين، يعني هما ثبات وريحه وفواحان وكل الحاجات دي وباكجينج، فمحدش يعرف ان دول ميرور الا لما انتوا تقولوا له. فالفكره بقى ان انا عايزه اظهر جوده البرفيوم دي في المحتوى بتاعي على صفحتي على الانستجرام. انا هسيبها لكم تحت برضو في الديسكربشن بوكس لو انتوا حابين تطلعوا اكتر على المنتجات وكده. ويعني لو قلتوا يعني لما تبعتوا لي مسج، طبعا انا اللي برد هناك، لو بعتوا لي مسج وقلتوا ان انتوا جايين من يوتيوب هعمل لكم خصم جره رجلي. المهم اكمل لكم، مش عارفه الصراحه اعمل يعني اوظف الموضوع ده ازاي دلوقتي، وبعدين مش عارفه بجد. يعني الافكار دلوقتي مش موجوده، ولكن احيانا بنزل مراجعات مش عارفه ايه. المهم يعني ما علينا، مش هناخد كتير في البروسيس دي دلوقتي. من شويه كنت بتفرج على الفلوج بتاع حبيبه، البنت دي عسوله، وانا ان شاء الله باذن الله في القريب العاجل لازم اعمل لكم فيديو يوتيوب عن الشانلز اللي انا بتابعها على يوتيوب بجد، علشان هم حلوين جدا. ويعني في ناس فعلا فعلا بتقدم محتوى عربي لذيذ، مش بس مصري يعني كده، يعني كونين عربي يعني محتوى متنوع بصراحه. النهارده كنت قاعده مستنيه، يعني كنت قاعده مستنيه الابروف بتاع الفيديو بتاعي اللي انا برفعه علشان امسح بقى الداتا بتاعته اللي عندي. وهديكم نصيحه بخصوص الموضوع ده، لو انتوا جايين تصوروا اول مره فيديوهات يعني وكده لمنتج معين، قدامكم حل من الاثنين: يا اما الكلاينت هيقول لكم
ان انا عايز اركز على الحاجات دي 1 2 3 4 وانتوا بالفعل هتركزوا عليها بالفيديو، يا اما الخيار التاني هو هيقول لكم ان انا ايه هبعت لك المنتج وانت بقى تشوف وتجرب وتعمل وتسوي وكده وتقول ايه تجربتك معاه كامله. فدي نقطة مهمة قوي، علشان وانتوا بتصوروا احيانا هتبقوا محتاجين لقطات خاصة بالحتة دي. يعني انا مثلا، بس انا مثلا الموضوع عندي مختلف شوية، لان انا بعمل حاجة from A to Z، تمام؟ الحاجة عندي اهي بجربها وبشوفها وبعمل عنها فيديو، وبعدين بقى هما بيقيموا الفيديو كله. دي نقطة. النقطة التانية هي اني لما ببقى كاتبة سكريبت، يعني انا في العادي بكتب السكريبت بعد ما بخلص تصوير. في ناس بتكتب السكريبت الاول، بس ده على حسب، لكن انا بالنسبه لي انا بكتب السكريبت بعد ما بصور، بشوف بقى اللقطات بس كده. لكن احيانا على فكره قبل كده كانت في افكار لفيديوهات بتيجي في دماغي، فبقوم مسجله الفويس اوفر على طول، علشان بحس ان يعني مش ما كنتش عايزه الكلام يقع مني او يضيع مني بدل ما اكتبه، فبقوم على طول مسجلاه. لكن انا عايزه اقول لكم على حاجه، وانس ان انتم مثلا لو مسكتوا في الموضوع ده وبداتوا ان انتم تشتغلوا فيه، مره في مره هتلاقوا نفسكم ان انتم قادرين تحددوا الطريقه اللي انتم حابين تشتغلوا بيها وقادرين ان انتم تشتغلوا بيها، سواء تكتبوا السكريبت الاول او تصوروا الاول او تعملوا فويس اوفر، يعني ايا كانت الطريقه اللي انتم هتبقى مريحاكم انتم هتبقوا عارفينها، بس بعد ايه ما تجربوا. المهم، كنت بتفرج على حلقه رأفت الهجان وكده، وعايز اقول لكم ان رأفت الهجان والضوء الشارد ولن اعيش في جلباب ابي وذئاب الجبل وما اسمه ايه ده اسمه ايه اللي هو بتاع عائله الحاج متولي، المسلسلات دي لو احنا مثلا هي شغاله دلوقتي واحنا حولنا على قناه تانية ولقيناهم بيعيدوها من الاول، انا هقعد اتفرج عليه. انا بجد هقعد اتفرج على المسلسلات دي وهفضل اسال ماما نفس الاسئله اللي انا بسالها لها كل مره وهي بتجاوب عليا الحمد لله. بس فالمسلسلات دي يعني كده يعني لذيذة بالنسبة لي. المهم اكمل لكم، اقول لكم على حاجة طريفة بمناسبة موضوع تسميات الفيديوهات وكده والحاجات اللي انا بعاني منها. انا بجد احيانا بقع قوي بسقط وما بعرفش ان انا يعني احط عنوان كويس. بحس ان العناوين عند الاجانب بتبقى سهلة جدا، يعني هما مثلا في العنوان بيتكلموا ايه A day in my life as a كذا كذا كذا، او مثلا عملت ايه او سويت ايه، وبيبقوا بيشرحوا في العنوان نوعا ما الفيديو ده جوه ايه. بس لو تيجي للمحتوى العربي بحس ان انت لما تحط التايتل او العنوان، يعني انت بتقول انت بتعمل ايه في الفيديو، الفيديو هيبقى كده. يعني الموضوع ماشي عكسي. يعني مثلا فيديو بتاع ايام مش مفهومه يعني عايز اقول لكم ايه، هو بقى 4000 مشاهده. ان انا كنت حاطه امل على الفيديو بتاع السولو تريب، لان انا بجد بحب الرحله دي قوي وكانت عجباني جدا، وقلت انه هيبقى فايرل وهيعمل كده زي مذكرات رحله اسكندريه مع بابا. بس غير كده في كمان يا ربي الواحد عنده حاجات يعملها. انا قررت اسمي الفيديو ده يوميات كائن طبيعي، علشان في بنت كانت بتتفرج على الفيديوهات بتاعتي اسمها آية، ويا آية لو انتي بتتفرجي على الفيديو ده. وليه اختصيت آية بقى بالموضوع ده؟ لان هي دخلت عندي على الخاص يعني وبعدت لي كده فويسات، واحنا في ظهري كفنانة وما تحبطيش، انا شفت الفلوج بتاعك وانتي بتقول ان انتي محبطة، لا ما تحبطيش، وبعدين انا مبسوطة قوي ان في حد بيعمل يوميات طبيعية ومش يا اميات كائن طبيعي. فاللي هو كنت مبسوطة قوي من اللي هي بتقوله. والله يا جماعة انا بجد ممنونة جدا لدعمكم، يعني بجد من كل قلبي ممنونة فعلا للدعم اللي انتوا بتدعموه لي. ثانك يو ثانك يو ثانك يو. وانا مبسوطه عموما حاليا بالرغي اللي انا برغيه ده، لان دي اول مره اخد راحتي في الكلام او كده تقريبا، يعني مش فاكره. بفكر بقى ان انا خلاص ابطل رغي كده وبعدين بقى اشوفكم الصبح ان شاء الله. ايه رايكم؟ النهارده الثلاث، بكره الاربعاء، المفروض ان الفلوج ده ينزل بكره. انا لسه ما عملتش مونتاج لاي كليب خالص، ما عملتش اي حاجه. ان شاء الله يعني ان شاء الله اخلص بس معاكم الجزئيه دي واقول لكم كده. طبعا مش محتاجه اقول لكم القلوب دي لمين، خلاص بقيتوا عارفين، المفروض ان انتوا خلاص بقيتوا عارفين القلوب دي لمين وموجهه لمين بالظبط. النهارده المفروض عندي تصوير، امبارح انا ما عملتش حاجه وجيت كده بصراحه زي ما قلت يعني على بالليل ونمت، وشوية اللي أنا نمتهم دول قتلوني بقى، معرفتش أنام في مواعيدي المظبوطة، ففضلت يعني نوعا ما زي سهرانة شوية. المهم
النهارده عندي تصوير المكتب ده، انتوا مش شايفينه بس هو بصراحه يضرب يقلب، فانا محتاجه اصور. معلش برومانتسايز بس اليوم النهارده، والله بحس اول ما بحطها بحس ان انا ببلوم كده حرفيا. طبعا لو هتسالوني انا جايبها منين، جايبها من السمول بزنس بتاعي بلوم برفيومز، هسيب لكم اللينك بتاعه تحت في الديسكريبشن بوكس. دلوقتي كل اللي انا هعمله ان انا هروق المكتب. هانا نزلت فلوج امبارح ما شفتوش، حاسه اني اعمل كده. بس انا ممكن اعمل يعني a little life update في اكتوبر. الحمد لله الحمد لله اكتوبر كان حلو، بغض النظر عن ان انا تعبت فيه كده يعني، خدت فترة كده حلوة، ولكن 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 الحمد لله الشتاء هيت كده داخلة، ويعني الموضوع بسطني. واحنا في اخر الشهر وفي شهر جديد هيبدأ، وانا متحمسة لنوفمبر جدا جدا وديسمبر. انا متحمسة لديسمبر اكتر حاجة. ليه بقى؟ لان انا اولا عايزه اشوف هل انا اخلص فعلا التسع كتب ولا لا، ومش عايزه اشوف لا انا فعلا عايزه اخلص التسع كتب وافوز في التحدي بتاعي. وكمان عايزه اقول لكم بقى الحاجات اللي اتحققت من الفيجن بورد وايه الحاجات اللي ما اتحققتش من الفيجن بورد. عندنا شهرين لسه، هنشوف بقى سبحان الله ايه اللي ممكن يحصل تاني. لكن دلوقتي انا لابسه ابيض، يعني هو الجزء ده بس هو اللي هيبان في التصوير، بس انا قلت بقى اكمل جميل يعني والبس كده علشان اصور لكم. بالنسبه للمسلسل الكوري بتاعي اللي انا بتابعه دلوقتي اللي هو جادج فروم هيل، عجبني قوي اداء بارك، ولقيت ان الناس بتقول ان هو ادائها مش حلو، يعني ادائها كان حلو في الورثه تهزروا. انا حاسه ان ادائها حلو قوي بجد، عجبني قوي اكتر ما كان عجبني في دكتور سلامب. اصلا ما كملتش دكتور سلامب علشان ما حسيتش ان هي دي الشخصيه اللي انا متعوده عليها، وبحب كده البنت اللي هي فاهمين انتوا، فكانت يعني حاساها خانعه قوي، ما حسيتش يعني ان هي دي الشخصيه اللي انا اعرفها. وكانت عجباني شخصيتها قوي في دكتورز، بجد شخصيتها كانت رائعه، والاوتفيت بتاعها كلهم في المسلسل 10 out of 10. انا مش عارفه بس هم الدرامات الاخيره كده حاسه ان هم فعلا مهتمين قوي بلبس البطلات، يعني في Queen of Tears، في My Demon، ادي Judge from Hell، هم دول اللي انا تبعتهم دلوقتي. مش عارفه بتهاجموها ليه بصراحه، او الناس مش لاقي حاجه تعملها تقريبا. بس كده يعني لو انتوا بقى بتتابعوا حاجه كوري او كده ممكن تكتبوا لي تحت في الكومنتس، علشان يعني هو شويه قرب يخلص. والله اصدقاء يعني انا سعيده جدا وممنونه لحبكم ودعمكم، وان انتوا بتبعتوا لي رسائل على انستغرام وبتدعموني بكل ما اوتيتم من قوة. لو وصلت للنقطة دي احب اشكركم من كل قلبي، ويا رب يا رب يا رب يا رب الشهرين الجايين يبقوا رائعين 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 بكل ما تحمل الكلمة من معنى. نبدأ كده 2025 واحنا فريش، ويعني الدنيا. اشوفكم الفلوج الجاي ان شاء الله، دمتم بألف خير وسلامة. كده كمان